البداية من مأساة حريق المستشفى في العراق حيث أفاد مراسلنا نقلا عن مدير صحة محافظة ديقار بارتفاع حصيلة ضحايا مستشفى الحسين إلى 92 قتيلا إضافة إلى سقوط عشرات الجرحى وقال الرئيس العراقي برهم صالح في فاجعة مستشفى الحسين في ديقار وقبلها مستشفى ابن الخطيب في بغداد نتاج الفساد المستحكم وسوء الإدارة في العراق الناصريه عليها تراكمات، اول شيء جاي ندفع ضريبه حرق مقر الاحزاب. ثانيا ذاك اليوم المتظاهرين من ضربة وسيارة الكاظم وحميد الغزي هاي كان بها تهديد، قالوا لن تمر سدن على الناصريه. من ناحيه الكهرباء، من ناحيه الخدمات، من ناحيه كل شيء. زين المدير الاستلم جديد والمدير القديم تضاربات بيناتهم. النقلة زين هذا كل نائب كل نائب من الاحزاب مخلي له مافيا بدائره ومخلي له مدير. هذا مكسب ريعي إلي إي فهذا الفعل هذا نعم مفتعل اردفت شنو ذنب؟ عائلة كاملة ست نفرات طفت من اليوم كلهم ما, حطلع عدهم. الشم 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 ما حد طلع من عندهم؟ كم شاب كم مرة كم واحد هو جاي يتعالج ويروح بك... يحرقون حريق؟ بياذنب بس أردفتيم ياذنب يا حزب يا قانون بيا دولة بس الواد بتتعارك على الكراسي لا تبليط لا هاي وين الدفاع المدني يعني من الساعة 12 لحد هسا اكو أطفال بيها اكو مرضى سمعوا بهم من احترقوا اهاليتهم وجوا ماتوا. متحمل مسؤوليه حتى وزير الصحه وزير رئيس وزراء وزير الدفاع المدني كل الخدمات المدنيه هم يتحملوا وكل حزب مشاكب هاي من جانبه اعلن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي ان نتائج التحقيق في قضيه مستشفى الحسين في الناصريه ستعلن خلال اسبوع مشددا على عدم التسامح مع المفسدين او المتلاعبين بارواح المواطنين ايا كانت صفاتهم او انتماءاتهم واتهم الكاظمي خلال اجتماع الحكومه اطراف لم يسمها محاوله بمحاوله زعزعه الامن الداخلي ونشر الفوضى من بغداد ينضم الينا مراسلنا حيدر الاسدي حيدر اهلا بك اذا تزايد اعداد الضحايا الرئيس يتحدث عن الفساد الكاظمي ايضا يتحدث عن ضروره المحاسبه في وقت قياسي ماذا في التفاصيل في التفاصيل صدور احد عشرة مذكره قبض واتهام ضد احد عشرة شخصا من كوادر الصحه في محافظه ذي قار قبل قليل هذا ايضا التفاصيل تكمن في ارتفاع حصيله الضحايا الى 92 قتيلا في هذه الفاجعه التي يرجع الشارع في ذي قار وفي بغداد وفي مختلف المدن العراقيه وكما سمعناهم قبل قليل يرجعونها الى الفساد والافلات من العقاب وعدم قدره عدم القدره الحكوميه على محاسبه المتنفذين وبالتالي هذه كانت النتيجه حريق في مستشفى الخطيب سابقا وامس حريق مستشفى الحسين التعليمي وهذه الفاجعه، لطالما بقيت المكاتب الاقتصاديه وطالما بقي نفوذ الاحزاب مسيطرا على مفاصل الدوله العراقيه واعتبار الوزارات الخدميه دكاكين سياسيه تدر اموالا على تمويل هذه الاحزاب ونفوذها فان النتائج لن تكون مرضيه في المرحله المقبله بل وان هذا الحادث وقد تاتي ايضا حوادث اخرى وصولا الى الانتخابات سوف يؤدي الى عزوف الناخبين العراقيين من التوجه الى صناديق الاقتراع على اعتبار ان الامل بدا يتلاشى في تغيير حقيقي في المرحله المقبله وفي الانتخابات المبكره بشكل مختصر حيدر يعني هل هناك اختلاف بين ما حدث في مستشفى الخطيب والان من حيث الاجراءات الحكوميه وتوعد بالمحاسبه باختصار باختصار فيصل هي نفس الاجراءات الحريقان متشابهان سيناريو واحد وايضا حتى الاجراءات الحكوميه بذات الطريقه تشكيل لجنه ومن ثم التوعد بمحاسبه المقصرين وسحبيات يد صغار الموظفين وترك وترك السبب الاكبر وهو الفساد وايضا الاحزاب المتنفذه داخل مؤسسات الدوله. اذا من بغداد مراسلنا حيدر الاستي شكرا جزيلا لك حيدر.